شفنا اوبشنز كتير لهم، منها شفنا البليندنج مود، وشفنا حته الاوباسيتي ان احنا نقدر نغير الاوباسيتي بتاعت اللاير بتاعتنا، وشفنا ان احنا كمان نقدر نغير الفيل. في حاجه برضو مرتبطه بالثلاث عناصر دول اسمهم الافكت. الافكت او اللاير ستايل ممكن نشوفهم بسرعه عن طريق الدروب داون منيو اللي هي مرتبطه بالايكون الصغيره دي اللي هي افكتس، تمام؟ بمجرد ما هكليك عليها هتديني القايمه اللي نازله لتحت دي. اول واحده فيهم موجود فيها اسمها بليندنج اوبشن، وبعدها في حاجات تانية ورا بعض. انا هختار دروب شادو مثلا. بص على اللاير بتاعتك كويس، اوكي شايفها؟ انا هعمل دروب شادو دلوقتي، اوكي هتظهر لي الويندو دي جواها باتنز كتير، حاجات كتير ما تقلقش منهم، هناخدهم واحد واحد. اول واحد فيهم اللي هو دروب شادو، انا دلوقتي اخترت دروب شادو. في عندي هنا المربع ده عباره عن ثام نيل صغيره بتقول لي ان ده الجزء الرصاصي الغامق، ده الاوبجكت بتاعك، ده اللاير بتاعتك، والجزء الرصاصي الرفيع اللي حواليها ده هيبقى ده الشادو. طيب كده يبقى احنا الشادو بتاعنا تحت اللاير بتاعتنا بدرجه معينه، وكمان في اتجاهه اتجاه اليمين. طب تعالوا نبص على الفامرة بتاعتنا ايه اللي هيجرى لها. هي فعلا اهي بقت واخده اللير افكت ده. طيب انا الزاويه دي مش عاجباني، ممكن اغيرها من ايه؟ انا ممكن اغير الكلام ده من هنا، من كلمه الانجل عندي ميتر صغير كده دايره، بمجرد ما بكليك عليه وابتدي اغير بيغير لي الانجل بتاعه الشادو. دلوقتي الشادو اتقلبت الزاويه بتاعته، هعكسها الناحيه الثانيه بالظبط، اوكي هخليها لفوق، اوكي هخليها لتحت، اوكي. النقطه اللي في النص هي اللاير بتاعتك، وده اتجاه الضوء، تمام؟ اوكي. حاجه تانيه احنا نقدر نغير نسبه الاوباسيتي بتاعه الشادو، يعني كده بقت 100%، يعني ده بقى اسود مصمت، الشادو بتاعنا اسود مصمت. طيب كده هقلله هيبقى الشادو خفيف شويه. كمان ممكن اغير لون الشادو، بس ما بنصحكش ان انت تغير لون الشادو بلون شبه اللير، تمام؟ او بلون شبه لون اللير اللي انت بتشتغل عليها، او اللير اللي هتأفكت عليها الشادو. لان لو مثلا اخترنا اللون الاصفر ده هيبقى اللير مش هتبان. هقول له اوكي بص مفيش شادو، لان انا عامل شادو باللون الاصفر، فكده التاكل خلاص مش باين، تمام؟ ولو اخترت ان انا اعمل الشادو بتاعي باللون الاحمر اللي هو اللون بتاع الثمره، هلاقي ان الشادو اللي طالع لونه غريب شويه، لان هو طالع لونه احمر، اوكي؟ المفروض ان الشادو يكون درجه غامقه من درجات الرصاصي والاسود، او يعني هي حاجه تخص اللي بيشتغل، بس دي وجهه نظري انا، اوكي؟ ادي الشادو، ممكن اغير الاوباسيتي بتاعته شويه، تمام؟ في حاجه تانية كمان مرتبطه بالشادو، الديستنت بتاعه هو بعيد قد ايه عن الثمره بتاعتي، الشادو فين مني، مش الانجل بتاعته، لا هو على قد ايه، ابعد مني بقد ايه. بص كده ايه اللي بيحصل، كاني باخد مصدر الاضاءه واتحرك بيه، اوكي. حاجه تانية السبريد بتاعه، اوكي، والسايز بتاعه، اوكي. في بقى جزء تاني تحت مرتبط بالكواليتي، لو عملنا
كليك عليه هورينا كذا كونتور. وكمان الشادو ممكن يبقى انتي الياس ولا لا. ممكن مثلا ناخد واحد من الكونتورز دول، ناخد ده مثلا. بص البريفيو بتاعه ايه اللي حصل له، كليك هنا كليك تاني لحد ما تلاقي اللي انت عايزه او الافكت اللي انت بتدور عليه. اوكي خلي انتي الياس، اتحكم في النويز بتاعه. اوكي اقول له اوكي، ادي الدروب شادو بتاعي. في بقى حاجات تانية اتضافت على اللاير باليت، عايز اشوف ايه اللي اتضاف بالظبط. اول حاجة لو عملت كليك على اللاير هي فعلا كليكت، بس في سهم صغير هنا وفي ايكون بتقول لي اف اكس. انا هروح اكليك على اللاير تاني عشان اوريك ايه اللي بيحصل بالظبط. لو انا عملت كليك على السهم ده هيطلع لفوق وهيخبي لي اللايرز الافكت اللي موجوده، ودول ممكن يبقوا اكتر من واحد، ممكن يبقوا اربعه خمسه مش هتفرق، وممكن يبقى معاهم ماسك كمان. ادي الدروب شادو وجايين تحت كلمه افكت. تمام، دول بيأثروا على انهي لير؟ بيأثروا على اللير دي واللير اللي مرتبطه بيها كلير تحتها، لكن ما بيأثروش على اللير فعلا. هما بيأثروا على عنصر الرؤية، ما بيأثروش على اللير، ما بيلمسوش اللير اللي تحتها. لو عايزين نتأكد من الكلام ده انا هعمل هايد لللير دي تمام بكل الافكتس اللي فيها، وهبص على اللايرز اللي تحت ما جرى لهمش اي حاجة. لكن بمجرد ما هعمل كده اوكي سيف، اوكي هلاحظ اهو اللاير بتاعتي وحواليها جزء صغير كده لونه رصاصي معتم. تمام، ده الافكت بتاعي. الافكت بتاعي ما اثرش على باقي اللايرز التانية غير في عنصر الرؤية بس. حاجة تانية مرتبطة بالإفكت إن أنا ممكن أشيل الإفكت. إزاي؟ إن أنا أكليك عليه رايت كليك فيقول لي ديسيبل لاير إفكت. الديسيبل مش بيشيل، الديسيبل بيعمل تعطيل. هعمل ديسيبل بيشيل لي الأي من جنبها وبيقول لي إن في هنا إفكت، بس الإفكت ده مش متشاف، أنا معطله. تمام؟ ممكن اعمله انيبل فيرجعه تاني. حاجة تانية ممكن اعمل كوبي لللير ستايل، اعمل كوبي له والزقه في حتة تانية هنشوفها كمان شوية. وممكن اقول له كلير لير ستايل، هعمل كلير لللير ستايل رجعت زي ما كنت تاني. كده انت فهمت شوية حاجات مرتبطين باللير. لو عوزت تضيف اي افكت من اللي احنا شفناه ده ممكن تجيبهم من هنا، وممكن بشكل سريع قوي ان انت تعمل دبل كليك على اللاير فيطلع لك الستايل اللاير لاير ستايل. تمام، لو عملت كليك على اي واحده من دول هيعلمها لك وهيعمل لك كليك عليها. تمام، لو انا ضفت دروب شادو وكمان حطيت انر شادو ورحت ابص على اللاير بتاعتي، ده اللي بقى موجود. لو قلت له كنسل هيرجعها لي زي ما كانت، لو قلت له اوكي هيضيف لي الاثنين افكت دول ورا بعض بالشكل ده ويأثر على اللاير بتاعتي. المره الجايه هنتكلم على اللاير ستايلز برضو، واشوفك الدرس الجاي مع حاجات تانيه.